Hello everyone, أنا سماح بدوي بدرس بيزنس وإيكونومكس للاي جي سي اس اي من 2007 لوقتنا الحالي. درست في أكثر من مدرسة، منها دار التربية زمالك، إنجلش سكول، كايرو بريتش سكول، ومنارة الفاروق. أنا كمان درست في الأكاديمية العربية للملاحة اللي أنا أصلا خريجة منها، من كلية النقل الدولي واللوجستيات. أنا معايا ماسترز ديجري ودرست فيها، وكان لي الشرف إن أنا أكون من ضمن الستاف بتاعها. Good day everyone. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الإيكونومكس للآي جي سي اس اي، سواء حضرتك كنت بتاخده A star to G أو 9 to 1. إيه الإيكونومكس؟ وليه هو مادة مهمة؟ وولاد كتير ابتدى الديماند بتاعهم يزيد على الايكونومكس في الفترة الأخيرة، في خلال ال3 سنين اللي فاتوا. الايكونومكس very important subject لأنه بيتكلم على two components مهمين جدا: الأفراد والشركات في كفة، والحكومة اللي بتدير البلد في كفة تانية. وبما إن احنا كلنا عايشين في بلاد بتتميز بأنها ميكسد ايكونومي، يعني اقتصاد في قطاع خاص وفي قطاع حكومي، فاحنا لازم نفهم ايه العلاقة بين الاثنين، وازاي الجوفرمنت تقدر تأثر بقراراتها على القطاع الخاص، وازاي تأثر عليك انت نفسك كانديفيديوال عايش في بلد بيحكمها النظام الميكسد ايكونومي اللي فيه جوفرمنت وفيه برايفت سيكتور. احنا في الايكونومكس في الاو ليفل بندرس 6 يونتس، they vary in length، بس هو سيلابس مش طويل خالص. بنتكلم على اساسيات الايكونومكس، الايكونوميك بروبلم. بنتكلم على ازاي الدولة بتحكم الريسورسز بتاعتها، وازاي الريسورسز دي بتتوزع ما بين طرق الانتاج المختلفة في البلد، وازاي بتتوزع على الأنشطة المختلفة. مش بس الدولة، احنا بنتكلم كمان عليك انت كشخص فرد في المجتمع قررت ان انت تعمل بيزنس، فازاي هتستخدم الامكانيات اللي عندك في ان انت تبيع برودكت او سيرفيس وتعمل منه ارباح وتزود المبيعات دي. في الايكونومكس كمان بنتكلم على المايكرو ايكونوميك ديسيجن ميكرز. ويعني ايه مايكرو ايكونوميك ديسيجن ميكرز؟ يعني الناس اللي بياخدوا قرارات خاصة بيهم هم كأشخاص أو كشركات. ده مستوى المايكرو ايكونومي. لو هتكلم على الماكرو ايكونومي فأنا بتكلم على اقتصاد البلد ككل، وده اللي بيتحكم فيه حكومة البلد. طيب بتكلم على ايه كمان في الايكونومكس؟ بنتكلم على الايكونومك ديفلوبمنت، وبنجاوب على السؤال الشهير مين الدول الديفلوبت ومين الدول الديفلوبينج. فبنتكلم على مصر مثلا كديفلوبينج كونتري، وبنتكلم على يو كي از ديفلوبد كونتري، وبنقول الاقتصاد في البلد دي والاقتصاد في البلد دي بيفرق ده عن ده في ايه؟ ايه مميزات الاقتصاد اللي في developed economies، ايه اللي بيمتاز بيه developing economy، الكونتري نفسها ايه شكل الهرم السكاني فيها، هل الاثنين زي بعض ولا هل في فروقات، والفروقات دي لصالح مين فيهم. بنتكلم كمان على international trade والglobalization، التجارة العالمية وايه بيأثر في التجارة العالمية، وإيه هي الجلوبالايزيشن اللي عولمة والترند اللي بدأ من فترة طويلة واللي خلى العالم كله يبقى قرية صغيرة زي ما بيقول. طيب تعالوا نشوف مع بعض امتحان الإيكونومكس. امتحان الإيكونومكس two papers، مجموع الورقتين 150. عندك المالتيبل تشويس بيبر ام سي كيو، عبارة عن 30 ام سي كيو بتجاوبهم في 45 دقيقة، ودي الويت بتاعها 30%. with obligatory paper هما ال 30 ام سي كيو
حضرتك هتجاوبهم كلهم. هتجاوبهم كلهم في 45 دقيقة، مش عايزاك تتخض، احنا بنتدرب عليهم from day one، وهتشوف بنفسك ده بنعمله ازاي، وبتجاوب عليهم في اقل من 45 دقيقة، وبيفضل لك وقت تراجع كمان. Paper 2 it's a bit longer than paper 1، هي اطول فعلا، هي ساعتين وربع، بس فيها ميزة. حضرتك بتجاوب سؤال واحد بس obligatory، وبتجاوب 3 من 4، يعني عندك 4 أسئلة تختار منهم 3 بس، ففيها choice، ودي حاجة كويسة بنتدرب عليها برضو from day one. حضرتك ما بنستناش لحد ما بنخلص السيلابس عشان تحل paper 1 و 2، لا بنبتدي فيهم from day one session 1. تعالوا نفهم حاجة صغيرة كلمنا عليها وإحنا بنتكلم على السيلابس تنور لنا الدنيا شوية في الإيكونومكس. الإيكونومكس بيتكلم على two levels، مايكرو إيكونومكس وماكرو إيكونومكس. المايكرو إيكونومكس is the branch of economics that studies the behavior بتاع حضرتك كإنديفيديوال عايش في البلد والشركات اللي حوالينا، وهما بياخدوا قراراتهم الخاصة بإمكانيات الشركة والريسورسز المتوفرة ليها، أو حضرتك وإنت بتاخد قرار شراء بيت مثلاً أو شراء عربية، إيه تتخيل الريسورسز اللي أفيلبل عندك؟ أكيد هي الفلوس. هل الفلوس اللي معاك تقضي إن إنت تشتري عربية for example cash، ولا تشتريها بالقسط؟ ولو اشتريتها cash إيه الconsequences؟ ولو اشتريتها قسط ايه اللي هيعود عليك من ورا القسط اللي انت قررت تدخل فيه، وايه العلاقه ما بين الشركات والافراد اللي موجودين في الايكونومي بتاع البلد. الماكرو ايكونومكس اون ذا اذر هاند بيديل وذ ذا بيرفورمانس ستراكشر بيهافير اند ديسيجن ميكينج اوف ان ايكونومي از ا هول، اقتصاد البلد. تعالوا ناخد اكزامبل، البنك المركزي في مصر قرر انه يخفض سعر الفايده، دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ تسالوني اقول لكم لمين، سؤالك لازم يبقى محدد بمين. لو حضرتك رايح تاخد قرض فده اخبار حلوه قوي، very good news، لان تكلفه القرض عليك اللي هي الفايده بقت قليله، فتقدر ترجع القرض بفايده قليله، فالكوست اوف بانك لون ويل بي ريدوسد. ده خبر حلو كمان لمين؟ للشركات اللي عايزة تعمل expansion، اللي عايزة تتوسع وتشتري assets وتعمل investment، هتعمل investment بكوست أقل، فهت expand faster وهتتوسع في مشروعاتها. But this is very good news for the firms inside the country. طيب أخبار وحشة لمين؟ للي كان معاه فلوس وعايز يحطها وديعة في البنك. الوديعة على interest rate قليلة is not very good news، لأن حضرتك هيرجع لك فلوسك عليها فايدة قليلة، فأنت ما عملتش استثمار جيد. فده الماكرو إيكونومكس والإكزامبل عليه. تعالوا نشوف الكيرف بتاع الإيكونومكس، عشان في ولاد كتيرة حبوا المادة وولاد كتيرة دخلوها في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، فالكيرف بتاعنا مش قليل. الاي ستار عندنا بتبتدي من 83%، فده عايز شغل من اول يوم، عايز حل كتير، عايز ان انت تسال في كل كبيره وصغيره تعدي عليك، وما تغفلش او تطنش اي حاجه تقف معاك. طيب الكورس بلان بتاعتنا هتمشي ازاي؟ October November session is a squeezed one, very brief. هنشتغل 3 sessions per week، كل session 2 hours. السيشنز بتاعتنا هتبقى حد وثلاث خميس في الأوقات اللي معلنة على الويب سايت بتاع IGCSE LOL. Thank you folks. I hope in the introduction to the economics O level تكون interesting بالنسبة لكم. إن شاء الله نتقابل في sessions جاية كتير. With all my wishes of best of luck and star inshallah.